السلام عليكم. انتهينا من الوحدة الأولى. بنهاية كل وحدة اتفقنا أنه نعمل إلها امتحان ننزله على الجروب ونحل هذا الامتحان بفيديو ننزله على اليوتيوب. طيب، قبل ما نبلش بحل هذا الامتحان، في فكرة أنه نعمل حصص مراجعة. بنهاية كل وحدة نعمل حصة مراجعة. الحصة هاي حتكون على تطبيق جوجل ميت. حبعث لكم الرابط، طبعا بعد ما نتفق على الموعد حبعث لكم رابط تدخلوا عليه. حتظهر عندك الشاشة، خلينا نشوفها مع بعض. تمام، بعد ما تظهر الشاشة هاي سواء من اللابتوب أو من التلفون، نضغط على انضم الآن ونحقبل الانضمام ونبلش بحصتنا. أكيد راح نتفق في البداية على موعد بيكون مناسب للجميع حتى نعمل حصة مراجعة إن شاء الله الوحدة الأولى، وبرضه نعملها بباقي الوحدات. طيب، نشوف هسه الامتحان الخاص بالوحدة الأولى. الامتحان الهدف منه غير إنه تراجع المادة، بس إنه أحطك بجو الامتحان، بس تشوف كيف يعني تفكر في حال كنت أنت في امتحان. طيب، نحل هسه الامتحان مع بعض. العنصر الذي يولد مجال المغناطيس الدوار للمحرك هو. مبدئيا بنشوف الخيارات: عضو دوار، مواساة، عضو ساكن، هيكل خارجي. مستثني الهيكل الخارجي أكيد، والمواساة برضه، فبضل عندي عضو ساكن وعضو دوار. الآن العضو الساكن في مجال، والعضو الدوار برضه موجود في مجال، بس مين بيولد المجال؟ العضو الساكن. عضو الدوار هو بيولد لكن بإيش؟ بالحث. بس العضو أو العضو الساكن هو بيولد لي مجال مغناطيسي دوار، لأنه في أصلا إيش تيار بيدخل على الملفات هاي، فالعضو الساكن. وبرضه إذا رجعنا للدوسية، عضو الساكن والعضو الذي يولد المجال المغناطيسي الدوار نتيجة مرور تيار كهربائي في الملفات. أوكي؟ طيب، السؤال الثاني: ملفات مساعدة. هو لو حكى لي مساعدة واكتفى فممتاز، هي ملفات مساعدة ملفات البداية. خلينا نشوف شو كمل. مساحة مقطع صغير، فأكيد هي ملفات البداية، أكيد مش ملفات تشغيل، وملفات تخميد هي بالوحدة الثانية. طيب، يتكون عضو الدوار بالقفص السنجابي من قضبان مصنوع من أحد المادتين، إما مصنوع من نحاس أو ألمنيوم. هاي بدنا نحفظها. تتناسب السرعة التزامنية مع التردد تناسبا. طيب، شو نوع التناسب؟ خلينا نشوف القانون مبدئيا. هاي القانون: السرعة بتساوي 120 في التردد على عدد الأقطاب. التردد في البسط، إذا كلما زاد التردد زادت السرعة، في التناسب طردي، وكلما قل التردد قلت السرعة التزامنية، فأكيد التناسب شو؟ طردي. طيب، نشوف السؤال اللي بعده. محرك تيار متناوب له 6 أقطاب يغذى بفولتية 50 هرتز، سرعته أكيد بنروح على القانون نفسه، بنعوض مكان الفريكوانسي أو التردد كم؟ معطيني إياه 50، عدد الأقطاب 6، فمية وعشرين في 50 على 6، نحسبها مع بعض. 120 ف 50 6000 تقسيم 6 حتطلع لي ايش؟ 1000. اذا السرعة التزامنية 1000. 1000 شو؟ 1000 ريفوليوشن بير مينت، 1000 ار بي ام، دورة في الدقيقة، اي وحدة بدك اياها. طيب، كلهم نفس الشيء طبعا. محرك حثي له 8 اقطاب تردده 50 هرتز، سرعته على الحمل الكامل 720، اوجد قيمة الانزلاق. مبدئيا نشوف قانون الانزلاق. شو قانون الانزلاق؟ نشوفه مع بعض. تمام، علاقة الانزلاق بتساوي N ناقص NR على N. N هاي اللي بنطلعها من القانون 120 F على B، و NR هاي اللي بيعطيني اياها، فبدنا نطلع الآن N حسب المعطيات اللي معي. نغلق هاي. طيب، شو المعطيات اللي معي؟ 8 أقطاب و 50 هرتز. بنروح بنطلع سرعته مبدئيا 120 ضرب التردد، التردد كان 50 هرتز. تمام، تقسيم 8 أقطاب فبيطلع معي كم؟ 750. الآن أنا حسبت N، حسبت هاي N، و NR معي. تمام، NR اللي هي 720، ف 750 اللي طلعت معي هون ناقص 720 بتساوي 30. هاي سرعة الانزلاق، أنا بدي الانزلاق نفسه. سرعة الانزلاق شو وحدتها؟ RPM. بس الانزلاق نفسه ما له وحدة، هو نسبة. تمام، فبدي احسب الانزلاق، فبعد ما طلعت سرعة الانزلاق اللي هي 30، فعلى القانون ان مثل ما شفنا القانون ان ناقص ان ار على ان، صح؟ هاي ان ناقص ان ار طلعناها اللي هي كم؟ 30 على ان كم طلعناها قبل شوي؟ برضه 750. اذا نقسم 30 على 750، 30 تقسيم 750 ضرب 100% ضرب 100، ونحط إشارة النسبة المئوية، فأربعة بإيش؟ 4%. فنسبة الانزلاق هون كم؟
4%. سؤال 7، في محرك التطور المشهور تكون الزاوية بين تياري ملفات البدء والتشغيل تساوي. بدنا نروح مبدئيا على المحرك التطور المشهور، هذا هو المحرك، تمام. كم تكون زاوية فرق التطور بين تياري البدء والتشغيل في محرك التطور المشهور؟ تكون تقريبا 30 درجة. بدنا نحفظها هاي. في بعض التفاصيل لكل محرك بدنا نحفظه، مثلا كفاءته، عزم البدء تبعه، الزاوية بين تيار البدء والتشغيل، هذا بدنا نحفظه. وظيفة مفتاح الطرد المركزي في محرك التطور المشطور، احنا بنعرف مفتاح طرد مركزي فصل مين ملفات البدء عن ملفات التشغيل عند وصول السرعة ل 75%. فأكيد 50 هاي بنستثنيها، بنروح على 75، هاي بيحكي لي فصل ملفات البدء والتشغيل، هاي خطأ أكيد. فصل ملفات البدء عن ملفات التشغيل عند وصول سرعة المحرك إلى 75 من السرعة التسامنية أو السرعة الإسمية للمحرك. طيب، يتم عكس دوران المحرك أو اتجاه دوران المحرك حسب. بالنسبة للنوع هون هو الموسع أو المحرك الموسع الدائم، فطريقة عكسه إيش؟ عكس ملفات البدء أو التشغيل. فهم بحكي ملفات البدء والتشغيل عكس ملفات البدء أو التشغيل عكس المصدر، أكيد ملفات البدء أو التشغيل. بالمناسبة لو عكسنا المصدر إحنا فعليا عكسنا البدء والتشغيل مع بعض، فإحنا بس بدنا إيش؟ بدء أو تشغيل. وحدة القياس للسرعة التزامنية حكيناها قبل شوي، دورة في الدقيقة أو RPM نفس الشيء. تعتمد السرعة على عدد الأقطاب، القانون بيساوي لي 120 F على B. B وين؟ في المقام. إذا كلما زاد B حتقل N، يعني العلاقة شو؟ عكسية أكيد. شوف اللي بعده، قيمة لو كم قيمة عزم البدء للمحرك الموسع الدائم، هاي بدنا نحفظها برضه. روح الموسع الدائم، تمام. كم قيمة عزم البدء للمحرك الموسع الدائم؟ 95% من عزم الحمل الكامل، فهي من المعلومات اللي مطلوب مننا نحفظها. كم عزم البدء للمحرك الموسع البدء وموسع التشغيل؟ نرجع للدوسية، تمام. هذا هو النوع الرابع، محرك موسع بدء وموسع التشغيل. عزم البدء هون كم؟ 195 من عزم الحمل الكامل، 195، تمام. يعتمد مبدأ عمل المحرك ذو القطب المظلل على، بنروح للقطب المظلل، هذا هو القطب المظلل حسب مين؟ قانون لينز. حتى لو شفنا الخيارات أكيد مش نيوتن ولا بلانك، فلينز. إذا تم توصيل مجموعات معا بطريقة بداية مع بداية ونهاية مع نهاية فإننا نحصل على، مبدئيا خلينا نرسمها، هاي مجموعة أولى وهاي مجموعة ثانية، تمام. لو بدنا نوصل نهايات مع بعض، هاي نهاية مع نهاية، هما اثنين فما حوصل بداية مع بداية، خلص هيك تمام. فبندخل التيار هون، هينزل من هون، يطلع من هون، وينزل من هون. فهذول كم قطب؟ هذول مع بعض قطب واحد، وهاي مع هاي قطب ثاني. فعدد الملفات تساوي، أو عدد المجموعات تساوي عدد الأقطاب، فعدد الأقطاب مساوي لعدد المجموعات هون ألف. مجموعة تحتوي على 3 ملفات، وكل ملفات لها خطوة لف متساوية، فإن نوع اللف. طيب نشوف النوع اللف، احنا كان عندنا في عندنا متداخل، واحدة كبيرة واحدة أصغر جواتها، فخطوة اللف قاعدة بتختلف، بينما المتسلسل خطوة اللف شو؟ ثابتة، فأكيد نوع اللف هون شو؟ متسلسل. محرك أحادي الطور، عدد المجاري القلب المعدني 24 مجرى، وعدد الأقطاب 24، فإن خطوة اللف تساوي، خطوة اللف تساوي أو قانونها عدد المجاري على عدد الأقطاب، فبالتالي 24 على 4 6، 6 مجاري طبعا. غالبا ما تشكل ملفات التشغيل كم نسبة يعني من ملفات الكلية في المحرك؟ هي غالبا تشكل 2/3 ملفات أو الملفات الكلية في المحرك. محرك 36 مجرى و6 أقطاب، مراد إعادة لفه فحسب المسافة بين ملفات البدء والتشغيل. إذا بنرجع للدوسية القوانين الخاصة بلف المحركات، حتى نحسب المسافة بين ملفات البدء والتشغيل بدنا نمر بخطوتين. الخطوة الأولى نحسب الزاوية الكهربائية للمجرى، ثاني شيء نحسب شو؟ المسافة. أول شيء الزاوية الكهربائية للمجرى 180 ضرب عدد الأقطاب على عدد المجاري، فهون 180 ضرب عدد الأقطاب، 180 ضرب 6 ضرب عدد المجاري 6 يساوي تقسيم، أو عدد الأقطاب سوري، تقسيم عدد المجاري كم؟ 36. ف30، شو ال30؟ هاي الزاوية الكهربائية، هاي الزاوية الكهربائية للمجرى بس، أنا بدي المسافة، ف90 على الزاوية، 90 على ال30، 3، أوكي؟
يعني هو القانون الوحيد اللي بده خطوتين، او السؤال الوحيد اللي بده خطوتين للحل. اهم ما يميز ملفات المجموعه الواحده، المجموعه الواحده اكيد موصولين مع بعض، شو توالي واكدنا عليها بالفيديو. يتم تمييز اطراف ملفات التشغيل في المحرك U1 U2 وملفات البدء Z1 Z2. في المحرك ذو الطول المشطوط الفولتتين، لتشغيل المحرك على فولتية عالية يتم توصيل مجموعتي الملفات كالتالي. خلينا نتأكد، نرجع للماتور ذو فولتتين. تمام، هون رجعنا الملف أو للماتور ذو فولتتين. تم توصيل ملفات التشغيل مع بعض توالي حتى نحصل على فولتية عالية اللي هي 220، فأكيد شو توالي. تمام، فبهيك بنكون حلينا امتحان الوحدة الأولى. إن شاء الله لما نخلص الوحدة الثانية على سوري لما نخلص الوحدة الثانية إن شاء الله على اليوتيوب راح ننزل امتحان برضه، وبعد ذلك نتفق على حصة أونلاين. حنشر لكم طبعا بوست على الجروب حتى نتفق على موعد حصة الأونلاين القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية.